عندنا ديستورشن كبير جدا يعني جاي من السوشيال ميديا. وللاسف الاعلام اللي هو ما هو السوشيال ميديا متبني قوي. يعني بلاحظه في التلفزيون ان معظم مثلا اللي بيقدموا برامج وكده هو ايه النهارده اللي في السوشيال ميديا؟ عشان يرد عليه او علشان يرفضه او يقبله او حاجه زي كده. انا رايي ان ده عامل تشوه شديد في اي حوار، لانه السوشيال ميديا هي بتاعت الشخص العادي اللي هو يعني قايم على درجة تعليمه، ودلوقتي بقى كل الناس عندها صفحات، فأحيانا تلاقي حد بيكتب رد مطول فيبقى مثقف شوية عشان بيقول أصل الحكاية كذا، وتعادل الواحد عامل كلمتين إن دول شوية مثلا حرامية أو الناس دول متخلفين أو اللي بتوع الحوار اشمعنى الحوار ده دلوقتي، حاجات زي كده يعني. يعني الناس بتعبر عن يأسها أو تعبر عن آمالها المفرطة في الطلب، هو هيتحقق ليا إيه، هاخد إيه، أو حاجات زي كده. أنا رأيي ده معوق شديد جدا. موضوع الحوار الوطني أنا كان رأيي إن هو نجيب، إحنا عندنا إن إحنا في نص المسافة نمرة اتنين، عندنا إشكالية حصلت نتيجة التقدم اللي حصل في البلد. التقدم اللي حصل في البلد، الناس تتكلم عن الاولويات، تتكلم عن، لانه في يعني المره دي انا بستغرب على يعني المعارضه سواء اللي في الخارج او كده، ان هي كانها مش شايفه اللي حواليها يعني. انما في حاجه صلت بعد كده بقى نتفق هو يعني ممكن نعمل ايه بعدين، نعمل كان ايه اللي قبليه كان مطروح. ده بيبتدي الناس اللي بيعملوا ماجستيرات وبيعملوا دراسات وكده يشوفوه يعني.